مساء الخير، ازيكم؟ برحب بيكم الاول في برنامجنا ساعه مع رانيا. البرنامج ده طبعا بتقدمه رانيا عطعوت، بس هي للاسف عندها ظروف مفاجاه وخاصه، فانا هقدم البرنامج ده. الفقره اللي بطلع فيها معاها كل 15 يوم اللي هي صحه ومزاج. النهارده مختاره لكم موضوع حلو، يا رب يعجبكم ويكون فيه معلومات كتيره تستفادوا بيها. الحلقة النهاردة عن المزاج أو الحالة المزاجية وعلاقتها بالأكل وبالعادات الغذائية اللي احنا بنعملها في حياتنا طول اليوم، وهتبقى فقرة متنوعة فيها معلومات كتير وفيها عادات نعملها، هيبقى فيها ريسيبيز أو فيها كوكينج أو هنطبخ حاجات بسيطة. يا رب الحلقة تعجبكم. في الأول حابة أن أنا أعرفكم إيه هي التغيرات المزاجية اللي احنا بنمر بيها، أو إمتى نحدد أن احنا مودنا مش كويس أو عندنا تغيرات في الحالة المزاجية. هي ببساطة لما أكون أنا مودي بيتحول في وقت قليل خلال اليوم أو خلال الشهر، ما بين أن أنا أكون زعلانة، أن أنا أكون مبسوطة، متحمسة، كسلانة شوية، عندي حالة خوف أو حالة غضب، مشاعر كتير مش مبررة، يعني ما حصلش حاجة تؤدي أن أنا يبقى مودي مش كويس. فإذا أنا مريت بالحاجات دي فأعرف أن أنا بمر في حالة مزاجية مش كويسة. عادة بيكون الحالات المزاجية المتغيرة دي بتكون نتيجة تغيرات في الهرمونات، خصوصا للبنات والستات والمراهقين. نسبة الأستروجين والبروجسترون لما بتتغير حالتي المزاجية بتتغير. هل ده ليه علاقة بالأكل؟ ليه علاقة بالأكل وبعادات تانية كتير هنتكلم عنها. قبل ما ابتدي في الأكل اللي المفروض ناكله والحاجات المهمة، أحب الأول إن احنا نتعرف على رحاب فتحي. هي عندها تجربة أحب أن أنتوا تتعرفوا عليها، هي عملت كارير شيفت معنا. رحاب هي تحكي لكم بقى بنفسها عن الكارير شيفت أو التغيير في الوظيفة أو في الشغل اللي هي بتعمله، رغم أن هي قعدت فيه فترة طويلة، وإيه اللي خلاها، الدافع اللي خلاها تغير من مجال لمجال. أهلا بيكي. أهلا بيكي. كلمينا بقى عن التجربة بتاعتك. هو طبعا الدافع اللي خلاني أغير من شفت من الكارير اللي أنا بشتغل فيه بقالي 20 سنة هو موضوع الحلقة اللي هو المود، تغيير المود. تمام. انا من الناس اللي كنت دايما اول ما اخش المطبخ واعمل اي وصفه جديده اطلع منها اي اكله جديده، ريسبي حلوه، حادق، اي حاجه، والاقي الفيدباك بتاع الناس اعجبوا بيها او بيتكلموا عنها انها حلوه بيغير مودي، بيحسني. حتى لو كنت متضايقه، زعلانه، في حاجه مضايقاني، الاقي الموضوع بسطني جدا. فطبعا انا كنت شغاله 20 سنه في مجال التيتشنج، ومش هقول في التدريس، أوكي. وكنت ناجحه فيه ووصلت المركز كويس. وبعدين لقيت كل اللي حواليا، معارف واصحاب، دايما بيشجعوني ان انا اعمل بروجكت ليا، مشروع ليا، ان انا اعمل حاجات، وصفات اكل، اعمل ريسيبيز جديده، الكلام ده كله. فحسيت ان هما مش هيبقوا ماشيين مع بعض، ما ينفعوش يبقوا ماتشنج مع بعض. فالسنه دي قررت ان انا يعني اغير الكارير بتاعي وعملت بيج. الاول كنت فاكره انها هتبقى منصبه على الاقارب والمعارف الاهل بس، او الناس القريبه. لقيت الناس كلها بدات تتفاعل معايا كويس. والريفيوز كويسه قوي والناس مبسوطه، وتدخلت بقى في ايفنتس وكده، يعني بسطني الموضوع. ومع تشجيع الناس طبعا فاتبسطت. وكنت دايما بحاول ان انا مبقاش بس الموضوع موضوع ان انا بعمل اكل وخلاص، يعني خدت كورسز، عملت سيرش على الحاجات على الكوكينج، على الكوكينج والحاجات اللي هي تبع النيوتريشن والحاجات التغذية. اللي هي التغذيه والحاجات اللي هي خاصه بالحاجات الدايت، مش ماشيه على الدايت، يعني ما بعملش دايت سيستم، لكن ان انا ماشيه ان انا اقول مثلا ايه اللي ممكن البدائل اللي ناخدها من هنا نحط بدلها هو هنا. الدايت مش ان انا ابقى عامله بالظبط. دايت، هو طبعا النظام الصحي، نظام الاكل، صحي. الاكل يبقى و... صحي. وكنت مريت بتجربه ان عندي اختي ولادها عندهم اللي هي حساسيه اللبن، وكانت تجربه جديده ان احنا عايزين ياكلوا وهي تاكل، تلاقي بدايل تلاقي لاستخدام اللبن. بدايل وهي عايزه مثلا تاكل، اذا كانت كيك، اذا كانت حاجات معموله بوايت صوص، بشاميلات كده. فحاولت ان ايوه، انا الاقي لها بديل ان احنا نعمل الاكل اللي هي بتحبه واللي احنا بناكله على طول، بس ببدايل من بره. بدائل يعني مكونات تانيه تنفع ليها وما تزودش في الحساسيه بتاعتهم. فعملت سيرش ودرست والحمد لله الدنيا كويسه كويس وجربناه. قوي قوي، جميل. طيب قبل ما ناخد فاصل ونشوف الحاجات اللي احنا عاملينها ريسيبيز والحاجات، الكيكه انت عامله كيكه النهارده عامله كيكه تخص وعاملين لايت. عيش بالشوفان، ان شاء الله يعجبكم. حابه اقول لكم بس بشكل سريع الحاجات اللي بتاثر في مزاجنا او اللي بتحسن المود بتاعنا. احنا عاده في اتنين هرمون مهمين جدا، هرمون السيروتونين وفي الدوبامين، من الحاجات اللي بتخلينا احساسنا
ان احنا مبسوطين او ان احنا متحمسين مقبلين موتيفيتد ان احنا نعمل حاجه. كتير من الحاجات دي بيتكون من الاكل اللي احنا بناكله، فمن اهم عناصر الاكل المهمه قوي اللي لازم نضيفها لغذائنا في اليوم او لنظامنا الصحي في اليوم المغنيسيوم. المغنيسيوم ده موجود في الالياف، موجود في الحاجات الخضراء زي السبانخ، موجود في الخرشوف، موجود في الطماطم، وموجود كمان في الشوكولاته. عشان كده احنا نعمل حاجه كيكه شوكولا، فان شاء الله تعجبكم. هنوصل، هنعمل فاصل دلوقتي ونتقابل بعد الفاصل. في برنامج ساعة مع رانيا، وكنا بنتكلم عن الشوكولاتة وأهميتها. عايزة بس أقول لكم شوية معلومات صغيرة عن الشوكولاتة عشان بس ضميرنا ما يقلبناش واحنا بناكلها. لسه كانت بتقول لي رحاب ان هي ضميرها بيأنبها لما بتاكل شوكولاتة، فهي عاملة طبعا حاجات بنحس بتأنيب ضمير ان احنا نفسنا في حاجة مسكرة وناخد بيس من الشوكولات ونحس ان احنا بوظنا كل حاجة. فطبعا سمعت ان الدارك شوكليت ده حقيقي، ان هو فعلا ما فيهوش كالوريز، نسبه كالوريز عاليه، وان هو كمان بيساعد على الحرق. تمام بالظبط. فانا عملت وصفه جديده للكيكه لايت، معموله هي اكتر حاجه اللي هي الناس اللي بيحبوا الدارك شوكليت. هي طبعا فيها مراره شويه، فيها شويه مر، بس يعني هي بتبقى موازيه بان احنا بناكل حاجه احنا نفسنا فيها، وفي نفس الوقت بتبقى الكالوريز بتاعتها قليله. فالكيكه ديت بتعتمد على الكاكاو الخام اللي هو غير محلى،
ده يعني اكتر حاجه موجوده في الريسبي، لان انا مش حاطه فيها ولا دقيق ابيض، ومش حاطه فيها غير نسبه بسيطه جدا من دقيق الشوفان، عباره عن نص كوبايه، فهي بتعتمد اعتماد كلي على الكاكاو الغير محلى. كويس، الشوفان فيه الياف عاليه جدا، وفيه بروتين، بالظبط فيه فيتامين بي. طبعا، فعشان كده دي عامله عناصر، يعني دي ممكن يعني نستغنى عن الفطار، ولو الشخص خد مجرد بيس واحده الصبح، قطعه واحده منها، بالتالي تبقى مناسبه للفطار. هي الكومبوننتس بتاعتها، المقادير بتاعتها، عباره عن 100 جرام زبده. الزبده طبعا احنا شايفينها 100 جرام، حد يقول لي طب ما هي كده مع انها كميه كبيره، بس طبعا بالتالي يا دكتور ان المفروض ان احنا بالنسبة للكيكة. احنا يعني الكيكه يعني هتبقى هناخد القطعه مش هيبقى فيها اكتر من 5 جرام، وطبعا الجسم بيبقى محتاج شويه دهون، فاحنا هتبقى فيها 100 جرام زبده، هتبقى فيها كوبايه سكر اللي هو سكر ضاعت الفركتوز اللي هو سكر الفواكه، عندي كوبايتين كاكاو اللي هو غير محلى، ده كاكاو خام، وعندي 3 بيضات، عندي نص كوبايه شوفان، دقيق شوفان بس يكون مطحون كويس قوي، وعندي كوبايه لبن خالي الدسم، طبعا اللي عايز يحط كامل، بس طبعا انا اقدر عشان تبقى استخدم اللبن الموند ميلك او اللبن اللي طبعا هو هي الجوز او لبن لبن جوز الهند، بالظبط اللوز مكان لبن اللوز وجوز الهند هو مناسب للحاجات الحلويات. انا قصدي للناس اللي عندها لاكتوز انتولرانس، طبعا طبعا فممكن بالظبط، تاخد ممكن، لبن او جربتها على فكره، جربت لبن جوز الهند في حاجات كتير من هايل. الديزرت، حلو جدا وبيدي احنا نعرف طعم نعمله في حلو. البيت لبن جوز الهند ده عشان طبعا هو غالي شويه. طبعا ليه ريسبي كده نبقى نقولها ان شاء الله. اوكي طبعا بنحط فانيليا، اللي عنده الفانيليا اللي هي سايله او كيس فانيليا ايا كان، ومعانا هنا بيكنج باودر، ممكن نستخدم بيكنج باودر هنبتدي علشان او نلحق الشف. الكيكة. احنا بنبتدي بالزبده، اوكي هنحط الزبده، هنحط الحاجات السايله مع بعض الاول. اوكي واحنا بنحط الانجريدينتس عايزه اقول لكم شويه معلومات تخلينا ضميرنا مش واجعنا واحنا بناخد شوكولاته. الشوكولاته دي من الحاجات اللي فيها انتي اوكسيدنت او مضادات للاكسده، يعني بتخلي الخلايا بتاعتنا ما يحصلهاش اكسده، وبالتالي ما تتعرضش للتلف، تحمينا يعني من امراض كتير منها سرطانات وكده. الشوكولاته فيها مغنيسيوم، الشوكولاته فيها حاجه ماده معينه بتخلي احساسنا اقل بالالم، يعني لو احنا عندنا صداع او لو في حاجه وجعانه بترفع السيروتونين او بترفع هرمون السعاده كويس قوي. فالشوكولاته فيها مغنيسيوم طبعا زي ما قلنا، مغنيسيوم ده بس مش مهم للموت، هو مهم كمان لصحه العظام. فانا عايزه اقول لكم الشوكولاته الصحيه ان احنا ناكلها اللي هي تكون فيها 70% او اكتر كاكاو، تكونش فيها مكونات زبده ولبن كتير كده نستفاد بيها. طبعا هي مهمه لينا وللولاد، فما يبقاش ضميرنا بيأنبنا قوي واحنا بناكل شوكولاته. يعني هي طبعا الكيك دي ممكن الولاد كتير ما يكونوش مستطعمينها، عشان خاطر انا قلت انها هتبقى مره شويه، فانا برضو جايبه معايا حاجه بعد ما اخلص الكيكه هقول لك على طريقه ان احنا نخلي الولاد يعني نديها نديها نكهه تانية، وبرضو حاجه تانية زياده ليهم، حاجه باللبن عليها تقدر انها تديهم الفايده اللي منها، ونقدروا وتكون انهم طعمها حلو. طعمها كويس. كده احنا حطينا السكر مع الزبده وقلبناهم كويس قوي، ممكن طبعا يعني حسب الاختيار تستخدمي مضرب الكهرباء او بايدك، كده هي حاجتها كلها سهله. ايه البدائل اللي ممكن استخدمها مكان الزبده لو حد مش بيستخدم زبده؟ الزبده ممكن طبعا بتستخدمي زيت الذره، وساعات بحط زبادي. اوكي هو زبادي، الزبادي احسن اعتقد. هو طبعا الزبادي برضو من الحاجات على فكره اللي بتحسن المود، لانه في حاجه اسمها بروبيوتيك او اللي هي الحاجات المخمره دي بتحسن المود، زي المخلل بس طبعا ميبقاش ملحه كتير، الزبادي، الجبنه اللي هي البلو تشيز او الجبنه الروكفور، دي من الحاجات البروبيوتكس بتحسن البكتيريا اللي في بطننا اللي بتكون الدوبامين اللي بتخلينا في حاله سعاده وحماس. يعني هو انا دايما في الريسبس بتاعتي بحاول دايما ان انا اطلع كومبوننتس او مكونات ما يكون فعلا ليها نسبه دسم اقل، فممكن بدل اللبن استخدم لبن خالي الدسم، بدل الملح ممكن ان انا اقلل الملح احط ليمون. ساعات في ناس اللي هم عندهم، عشان قلت لك حساسيه اللبن، كنت بعمل الكيك بدل البيض بيتحط فيها خل، فده اللي بيدي هش ليها، وممكن تحطي فيها 7 وبتدي اب نفس النتيجة. بتدي نفس النتيجه، طبعا مش هتحسي انها واو قوي، بس هتتاكل الناس اللي يعني نفسهم ياكلوا حاجه كده حاجة مسكرة، حاجه مسكره. الناس اللي عندها السويت توث او اللي هي بيبقى عندها كريفنج للحاجة الحلوة، لو خدوا قطعة شوكولاتة بعد الأكل أو في وقت هم حاسين فيه إن هم عايزين حاجة حلوة، وبالذات لو دارك بتودي خالص الإحساس بالظبط بإننا عايزين حاجة مسكرة.
بالظبط. احنا كده حطينا تقريبا منلي كل الكومبوننتس، ودوت هنحط مجرد غطا للفانيليا. هي انا معايا الفانيليا السايله، هي صراحه طعمها بيدي طعم طبعا نكهه الفانيليا احلى. اوريدي مسكره. بالظبط. وده هنا فيها البيكنج باودر، وممكن نستخدم بيكنج شاف اللي هو الشاف وعى معاها اللي هو ذره الملح. اوكي. تاخد قد ايه وقت في الفرن؟ احنا المفروض ان احنا بنكون مولعين الفرن قبلها واحنا لسه بنحضرها، عشان الفرن يبقى على درجه حراره 180، وبتقعد تقريبا ساعه الا ربع. طبعا هي بتبقى ماسكه شويه، احنا ما حطيناش بس اللبن. اوكي. ماسكه شويه ناشفه، لان الكاكاو طبعا مع الشوفان بيخليها تمسك جامد. بس فكره ان احنا محتاجين او مستخدمين الشوفان دي من الحاجات الكويسه قوي ومش ومش بتغير هتحسي طعم. بطعمه. لا مش هتحسي بطعمه مع كم الكاكاو اللي احنا حطيناه. احنا حاطين كميه كاكاو كبيره، فهتضيع طعم كل حاجه. الشوفان كمان فيه نسبه بروتين عاليه قوي، في الياف. احنا ما اتكلمناش على الالياف، احنا اتكلمنا عن الحاجات اللي بتحسن المود. قلنا المغنيزيوم اللي زي الموجود في الشوكولاته، الالياف مهمه جدا، البروتينات مهمه جدا. الالياف كمان مهمه في كل حاجه، لان هي ما بتخليش نسبه السكر تعلى، وبالتالي ما يحصليش حاجه اسمها مود سوينج، او ان انا مزاجي يبقى كويس وبعد شويه يبقى مش كويس لانه انا سكر نزل وطي في الدم. فكل ما بزود كميه الالياف في اي اكل انا باكله، ده بيحسن قوي ثبات الحاله المزاجيه بتاعتي. لما نخلص الكيكه دي هنعمل كمان، هنجيب صينيه الكيك اللي هي الانجليش كيك، ومجرد ان انا بعملها كده عشان ما يبقاش حتى نسبه الدهن كتيره، ده سبراي عشان تبقى نون ستيك. وهنحط الكيكه وهتقعد في الفرن 45 دقيقه بالظبط. طبعا عشان تتشك انها ونتاكد انها استوت، بنبقى بخله السنان او بسكينه كده في النص، بس ما نفتحش عليها الفرن. بالظبط، ما نفتحش الفرن غير يعني مش قبل من 30 ل 35 دقيقه عشان ما تهبطش. بس وهتبقى كده، وهنطلعها بقى. انا عملت واحده جاهزه، بس ننضف هنا. حسب المكونات دي احنا ممكن نفطر من الكيكه دي، ما نبقاش ما تبقاش كالوريز بس عاليه. يا ريت حضرتك تقول لنا ممكن ناخد بيسز قد ايه بقى منها. عاده اي كيك بقى دايما بقول للناس ده بيبقى شكلها طبعا هي بتبقى غامقه شويه عشان خاطر هي دارك. دارك مش عشان هي مش محروقه ولا حاجه. لما بنقطع الكيك بناخد حوالي قد صباعين، وتبقى هي دي السلايس اللي احنا ممكن ناخدها، يعني قد صباعين وننزل بالسكينه كده. كده يبقى مناسب جدا ان يكون فطار لينا. وجود البيض والشوفان من الحاجات الكويسه قوي، ادتنا بروتين وادتنا الياف وادتنا كالوريز نقدر نعتمد عليها ان هي تدينا طاقه بدل الفطار. كنت قلت لك ان انا عايزه ان انا حتى احسن من شكلها، وان انا اعمل حاجه للاطفال. فهي نفس الكومبوننتس، انا خدت بيسز حطيتها في جاست باور كده. زي كب كيك كده. زي كب كيك صغننه. هتحط لنا عليها ايه بقى؟ انا عملت حاجه زي البودنج كده. ده المكونات بتاعته عباره عن لبن خالي الدسم، بحط نص لتر، معاها معلقتين نشا، معلقتين كاكاو خام، ومعاها شويه سكر وقرفه، وبتقلبيهم على النار. يقعدوا انت طبعا بتدوبيهم الاول عشان النشا لازم تكون على البارد. بتدوبيهم الاول، وبعدين بتقومي لغايه ما تلاقي القوام بتاعه بالمنظر ده كده بتقفلي عليه. حسيتي ان هو تقيل شويه ممكن تزودي اللبن شويه، او لغايه ممكن ازود ميه. ممكن طبعا، وبستخدم لبن حتى خالي الدسم. وبعملها لغايه ما تبقى هي ممكن تتاكل كبودنج لوحده بالمعلقه. فانا بعملها وبقوم حطاها للولاد عليها كده. اوكي. فبتديهم طعم، ولسه بنزوقها لهم. طيب عشان الوقت مش كتير معانا، عايزين نبتدي في العيش الاول. هنزوق الكب كيك، انت هتحطي عليها ايه؟ هنحط بقى عندنا ممكن نحط فراوله، يعني الفاكهه الموجوده بالظبط كده الموسميه الموجوده. وممكن نحط ناتس، الولاد طبعا مهم جدا بالنسبه طبعاً. لهم الناتس طبعاً احنا طبعا بندخلها لهم في حاجات كتير، وممكن بيتعمل بيها اكلات ياخدوها معاهم المدرسه، فممكن نحط ناتس كده عليها. في معانا هنا تشوكلت شيبس، اي حاجه تديهم المنظر وتدي ويحبوها. تدي طعم حلو. بالظبط. اوكي، احنا عملنا الكيكه، هنعمل بقى دلوقتي العيش الشوفان. عيش الشوفان ده عيش مشهور جدا، انا بكتبه دايما للكلاينتس عندي، لانه عيش فيه كل الكومبوننت. فيه هنقولها مع بعض بالتفصيل، بس عموما هو فيه زبادي، فيه شوفان، فيه رده، وفيه بيض. عايزين نبتدي في العيش عشان الوقت. اوكي حاضر. واقدر اخد منه سلايس لو هاخد، يعني مش محتاجه ان انا اخد معاه حاجه تانية.
اقدر من الافكار اللذيذه برضو لو حد بيبعت لانش بوكس مع الولاد في المدرسه يقدر ياخد سلايس من العيش ده. العيش ده ميزته ان هو مش بنستهلك حاجات كتير واحنا بنوضبه، ولا بياخد وقت كتير، هو بياخد بالظبط 3 دقايق في الميكروويف، وبيتعمل في نفس الطبق اللي بيدخل فيه. المقادير بتاعته، ورينا المقادير دلوقتي. هي مجرد بيضايه واحده، معلقتين زبادي لايت، يعني طبعا يفضل ان هو يبقى لايت، معلقتين رده، معلقتين شوفان عادي مش مطحون. أوكي. الشوفان ده انا جايباه بالقرفه، يعني الشوفان نفسه فيه نكهه قرفه. أوكي. فهي برضو القرفه بتعلي الحرق، وفي نفس الوقت انها بيديله نكهه طعمها حلو. ده حسب الفليفر يا بقى. طبعا اللي عايز ياكله مثلا حادق سنه فنحط عليه رشه ملح خفيفه، وممكن ناكل معاه سلايس جبنه اذا عايزينه حلو، فهو طعمه لوحده بالظبط. احنا بنحط البيضايه، سريع جدا جدا في التحضير. بالظبط البيضايه، حط البيضه دي معاها بيكنج باودر ومعاها رشه ملح. تمام. نحط الزبادي، استخدمي معلقه. الزبادي ده زي ما قلنا بروبيوتيك، او فيه حاجات بكتيريا نافعه للمعده. نقدر نحط زبادي لايت او زبادي كامل الدسم، بس هو مفيد جدا جدا، من الحاجات اللي بتعلي الدوبامين زي ما قلنا. ودي الرده، ودي رده، هو مناسب كمان لمرضى سكر، ما ينفعش السكر خالص، مش زي العيش التاني، فيهوش دقيق اصلا. هو المقدار طبعا ده هيبقى عامل، يعني لما الدكتور قالته لي وانا عملته، فهو عمل بالظبط مقدار لفرد واحد. ممكن لفرد، او ممكن اخد منه نص مثلا، يعني نص قطعه على الفطار ونص قطعه على الغداء، او اخدها سناك. طب هل لو انا زودت المقادير ويعني عملت لها ضعفتها، هل ينفع العيش ده اشيله في الفريزر؟ زي العيش التاني اقدر اشيله في الفريزر، يا اما على بعضه او اقطعه واشيله سلايسز على حسب اللي هاخده. اقدر اديه كمان احطه للولاد في اللانش بوكس لانه طعمه ظريف. واهم ميزه فيه ان احنا عشان ما عندناش وقت طبعا، فهو ما بياخدش غير 3 دقايق. هنتفرج على نتيجته مع بعض. العيش ده كمان عايزه اقول لكم ان هو فيه فيتامين بي وزنك. وقت البرنامج خلاص خلص للاسف، وقت الفقره خلص، فمش عارفه هنلحق هو بيتحط بس مجرد 4 دقايق في الفرن وبيطلع على طول. بشكركم، يا رب تكون حلقه ظريفه فيها معلومات عجبتكم، واكون يعني عرفت اقدم الحلقه مكان رانيا، وان شاء الله الحلقات الجايه نبقى مع بعض.